المنظومه الاداريه من اول اداره مركزيا وزاره الشباب نفسها اللي هو ديوان الوزاره، وبعدين بننزل للمحافظات اللي هي المديريات، وبعدين بننزل للقطاعات اللي بتشتغل اللي هي مراكز الشباب. فلما بيبقى في من المستوى الاعلى لغايه المستوى الاقل خالص في التنفيذ لغه واحده وشكل واحد مكافحه الفساد دي، يعني احنا بنشوف مدونه العمل، السلوك، الشفافيه، الاداء، ده بيخلينا اوصل لاهدافي بشكل سريع جدا. حجم الانفاق اللي موجود بيؤدي الى الانتاجيه اللي موجوده، بنعالج اي انحراف. يبقى لازم ناخد وقت في تدريب وتعليم الناس، لازم ناخد وقت، وده تنسيقا طبعا، لان احنا كمان خدنا دورات مركزيه مع هيئه الرقابه الاداريه بدري شويه، القيادات الكبيره اخذت ده، وبدانا ان احنا زي تي او تي الناس اللي اتعلمت بالتعاون برضو مع الهيئات الرقابيه ان احنا ننزل والكميه الكبيره من التعداد اللي بيشتغل معانا يكون معانا في نفس لغه الحوار. عوده كمان الجماهير تدريجيا لمشاهده الماتشات في الملاعب، ده هيتم ازاي والوزاره هيبقى ليها دور ازاي في الموضوع؟ انت عارف حضرتك المجتمع الرياضي دلوقتي بقى مجتمع اهلي بقانون الرياضه، مجتمع اهلي يعني المسؤوليات موجوده عند الاتحادات الرياضيه. اتحاد الكره احد هذه الاتحادات اللي هو مسؤول عن اداره ملف حاجه اسمها كره القدم، وبعدين الانديه التابعه للاتحاد بتنفذ ريجوليشنز او اللوائح والنظم اللي موجوده. لكن لما بيوصل موضوع ان شعب مصر مهتم وان الجماهير حصل مشاكل قبل كده، ده دورنا ان احنا بنتدخل. احنا بنتدخل مش عشان ندير ازاي ندخل الجماهير، مش دورنا، مش احنا يعني، لكن نحافظ او نخلي كل واحد يقوم بالدور بتاعه ونتابع الدور ده بيقام ازاي علشان نحافظ على اولادنا لما يدخلوا، مش هنمنعهم. فبالتالي عشان نضمن المسؤوليه ونضمن نشوف الاتحاد بيشتغل ازاي، التدرج ازاي، لكن ما فيش خوف ان انا على المستوى الشخصي ادخل في هذا الملف، وفي اهتمام يعني من القياده السياسيه بشكل كبير جدا بهذا الملف يعني.